خلونا قبل ما نروح لفاصل نشوف بسرعة مع بعض تقرير عن دور مجتمعي مستمر بتقوم به وزارة الداخلية. أقامت الوزارة حفل خطوبة لاثنين من ذوي الهمم بأحد أندية الشرطة، سما وطارق. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة. أنا سما رامي وعندي 20 سنة. أنا مفروض أحقق أحلامي وأحقق طموحاتي وأحقق كمان إيه أهدافي. نفسي اللي أنا أتجوز وأخطب وكده، وأنا حققت حلمي بده. الحلم تحقيقه ليس بمستحيل في وطن أعطى لذوي الهمم حقهم في الحياة. سما وطارق جمعت بينهما قصة حب أراد تتويجها بالزواج، ولأنها منذ الصغر كانت تحلم بأن تلتحق بكلية الشرطة، أرادت أن يكون فرحها بأحد أندية الشرطة، فكانت مناشداتها لوزارة الداخلية التي جاءت استجابتها سريعة، حققت حلمها بإقامة الفرح بنادي الشرطة بالجزيرة. حضرت سما للنادي لوضع الترتيبات والاتفاق على اللمسات الأخيرة لهذا الحدث السعيد لها. أنا كنت يعني النهاردة فرحانة، وأنا كنت مبسوطة قوي بنفسي عشان يعني حققت أحلامي وحققت طموحاتي اللي أنا أعمل في حي هنا بالظبط في نادي الشرطة. قاعة وصوت حلو، الجو جو أنا هان قوي. وزارة الداخلية من وقت بالظبط ما جينا يمكن من رمضان على تواصل دايما معنا، بيقولوا لنا الترتيبات والتجهيزات، يمكن هم بيفكروا وبيسبقونا دايما قبل ما احنا نطلب، بتبقى الحاجات كلها مستجابة. كل الناس قابلته مقابله سعيده ومقابله كويسه، والحمد لله يعني ربنا يخلي لنا الرئيس اللي هو عمل حاجه زي ديت للداون بالذات. احتضنت احدى قاعات النادي الفرحه الكبيره التي جاءت وسط الاهالي والاصدقاء واهتمام بادق التفاصيل لاسعاد الزوجين، في خطوه تؤكد من جديد أن وزارة الداخلية تسعى دائما لتفعيل مبادراتها الإنسانية التي تضفي البهجة والسعادة لكافة الفئات، بخاصة القادرون باختلاف. لما جينا نحدد الفرح نعمله في نادي ضباط الشرطة في الجزيرة، بصراحة يعني قدموا لي كل الدعم وقدموا لي المساعدة، وفروا لي كل حاجة ممكن تسعد سما، وكان فرحتهم كبيرة قوي إن سما تعمل الفرح في النادي هنا. وأنا النهاردة مبسوطة قوي. أنا بحب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بحب أشكره قوي. أنا بحب الرئيس قوي عشان هو عامل لي حاجات كتير قوي ليا. سيادة الرئيس كان بالنسبة لنا يعني الدرع والسيف والأمان والسند والظهر اللي حط ولادنا في وسط الناس، يمكن بعد ما كنا بنخبيهم وكنا بنتضايق لما حد بيضايقهم، حقهم بيجي دلوقتي قبل اي حد تاني. احلامهم وطلباتهم اوامر. احنا بنعيش في احلى عهد. تستجيب وزارة الداخلية لكل مناشدة انسانية وتقدم مبادرات اجتماعية، فالامن رسالة حياة وانسانية قبل ان يكون شعلة تضيء طريق الأمن والأمان لهذا الوطن.